تسطو على المنازل من خلال تنويم سكانها مغناطيسياً، وقائع متتالية والسكان في حالة من الرعب. من السيدة المزعومة صاحبة القدرات الخارقة، ما هي قصة سيدة الجزائر الخارقة التي تمر من الجدران دون أن يقف أمامها أي حائل؟ حالة من القلق والرعب دبت بين سكان ولاية خنشلة الجزائرية بسبب سيدة تمتلك قدرات خارقة تطرق البيوت وتحول سكانها كأن على رؤوسهم الطير. يتجمدون في أماكنهم وتخرج بكل ما لذ وطاب من المنزل دون أن يتحرك لهم جفن، أو يحول بينها وبين ما تريده حائل في ظل ما يحدث لسكان المنازل من تجمد، كأنها قامت بتنويمهم مغناطيسياً. مع تعدد المواقف وزيادة البلاغات حيث عاشت ولايات الشرق الجزائري خلال أشهر على وقع أخبار عمليات السرقة المتتالية التي تعرض لها أشخاص بطريقة خامضة، تحركت السلطات الجزائرية لتكشف عن تفاصيل غريبة لهذه القصة التي سببت حالة من القلق بين السكان في الولاية الجزائرية، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على السيدة المزعومة التي تسطو على البيوت من خلال تنويم سكانها. وجاء في تفاصيل القصة الغريبة التي أرعبت مدن الجزائر أن السارقة سيدة أربعينية تطرق بيت الضحية لأي سبب، وتصيغ رواية لأجل أن يسمح لها صاحب المنزل بالدخول قبل أن تمارس طقوسا تدخل سكانها في تنويم لا يستطيعون معه إدراك ما يدور حولهم وفق شهادات الضحايا. ونشر العديد من الضحايا من مناطق مختلفة ومتباعدة بمئات الكيلومترات قصصا خارقة عن قدراتها التي جعلتهم كأنهم أحجار، وكيف أنها استطاعت أن تسيطر على عقولهم بطريقة قالوا إنها لا يمكن أن تكون عادية. ووصفت واحدة من ذوي الضحايا ما حدث لوالدتها، مؤكدة أن والدتها كانت متواجدة بمفردها في البيت العائلي قبل أن تطرق سيدة الباب، وتدعي أنها تبحث عن قطعة خبز لتسد جوعها، لكنها راحت تحضنها وتتباكى. وعند دخول والدتها للمطبخ لم تستطع العودة إلى الباب الخارجي، كأنما كانت في كل مرة تنسى شيئاً ما، فيما كانت الزائرة قد دخلت غرف المنزل وسرقت مجوهرات وأموال، ولم يفسر أحد الأمر إلى اليوم. لتتفق تلك الرواية مع رواية العشرات من الروايات الأخرى، واتفق عديدون على أوصافها مثلما روى كل منهم قصته معها. وبنفس الطريقة ولمدة أشهر عديدة تمكنت من السطو على أكثر من منزل، وتسببت الروايات عن السيدة الخارقة المزعومة في نشر الرعب بين سكان الولايات الشرقية في الجزائر، إلى درجة أن الكثيرين غيروا من عادتهم مع الغرباء بالتفكير مطولا قبل فتح الباب، فيما قرر آخرون الامتناع كليا عن استقبال أي غريب. وأكدت السلطات الأمنية الجزائرية أنه عقب استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة للولايات التي تواجد بها ضحاياها، حيث عثر على المسروقات ومستلزمات وطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.